الثالث للمترو، المرحلة الرابعة اللي هي بدأت أصلا من محطة هارون، ووصلنا زي ما شفنا النهاردة إلى محطة هيوبلس 1200 متر تقريبا. النفق تم اكتماله بالكامل. الان احنا بنتخطى محطه اليوبلس، هيبقى حين الالف مسكن ونادي الشمس، ثم النسا ان شاء الله باذن الله، ثم محطه هشام بركات. من بعد هشام بركات المسار هيبقى مسار علوي مرفوع فوق سطح الارض، ودي بنسموها الجزء الثاني من المرحله الرابعه من الخط الخط الدائري. الجزء اللي احنا فيه ده طوله 5 كيلو تقريبا، 5 وشويه، وتكلفته 4.3 مليار جنيه، مفيش فيه الوحدات المتحركه، وان شاء الله ينتهي في منتصف 2018، يعني بنتكلم على سنتين من دلوقتي. الجزء اللي يليه ده طوله 6.4 كيلو، وده على مسار علوي بيصل من محطة هشام بركات في شارع جسر السويس، أعلى جسر السويس، بيصل إلى السلام، بيقطع طريق إسماعيلية الصحراوي مع طريق الدائري، وده عقد آخر قيمته 5.9 مليار جنيه. اللي بينفذ المشروع هنا شركات فرنسية ومعها شركات مصرية، اللي بينفذ الجزء الثاني شركات مصرية بالكامل، ولكن بنتكلم هناك على كوبري علوي مستمر طوله زي ما قلت 6.4 كيلو. الجزء الثاني ان شاء الله ينتهي في اخر 2018. لهذا الجزء من المشروع شركه هنا شركه فرنسيه متخصصه في هذا العمل، ومعها شركات مصريه داخله معها في التحالف. الجزء الثاني الجزء العلوي المستمر اللي بيقود العمل فيه شركات مصريه مغوير عرب واوراسكوم، ومعاهم شركات اجنبيه كاعضاء في التحالف، لكن اللي متصدر التحالف ده في التعامل معانا شركات مصريه.